الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه برجل زاهر بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وخدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. في هاتين الفقرتين الأعداد 21 إلى 23 ثم 24 إلى 27 يختم يسوع دعوته العظيمة. اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت واحد من الأكثرية التي تظن أنه بإمكانك أن تكون حلا وجوابا وملح الأرض؟